في العراق قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون إثر القصف التركي بطائرة مسيرة على مخيم مخمور للاجئين الأكراد الأتراك في العراق، وذلك بعد تهديدات سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام صرح خلالها بمساع لتنظيفه على حد وصفه. هذا وقتل 5 مسلحين من قوات بشمرجة وجرح آخران إثر كمين لعناصر من حزب العمال الكردستاني على جبل متين في محافظة دهوك. صرحت وزارة البشمرجة أنها أصدرت تحذيرات في وقت سابق أن على الجميع احترام حدود الإقليم وعدم تعريض أمنه واستقراره للخطر. بررت قوات الدفاع الشعبي الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني الكمين بأنه جاء نتيجة لتحرك لقوات البشمرجة إلى مناطق نفوذهم، مما اعتبرته بمثابة طعنة في الظهر. أكثر حول التطورات في العراق انضم إلينا الآن مراسل المملكة من بغداد عمار ماهر عمار، تفاصيل أكثر حول القصف التركي على مخيم مخمور واستمرار الاشتباكات المستمرة، وأنت في منطقة السليمانية عمار، تفضل. نعم طارق، هذا الاستهداف لقوات البشمركة جاء بصاروخ كورنت استهدف عجلة مسلحة كانت هي مخصصة للكشف عن المتفجرات، بالتالي هذا الاستهداف أدى إلى مقتل 4 أشخاص في الحال من قوات البشمركة وإصابة آخرين. البيان النهائي لقوات البشمركة وبحسب نيزرفاني قائد هذه القوات أكد أن هذه العملية جاءت بعد أن حاولت هذه القوات أي قوات البشمركة التدخل لتمشيط هذه المنطقة والحفاظ على أرواح المواطنين، بالتالي جاء رد فعل هذه القوات التي وصفت بأنها قوات معادية لقوات البشمركة بأنها حصلت اشتباكات أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة وجرح أكثر من 6 بحسب البيان الرسمي. جاءت بيانات التنديد طارق من أعلى مستويات من حكومة الإقليم، حتى رئيس الإقليم برزاني أكد أن هذه العملية هي كما أشرت طعنة في الظهر لقوات البشمركة وإلى حكومة إقليم كردستان التي تحاول أو التي دعت مسلحي قوات البككة إلى أن لا يحولوا مناطق إقليم كردستان الحدودية إلى ساحة للقتال بينها وبين القوات التركية التي بالتالي استهدفت تواجد أو مخيم خاص للكرد الأتراك في منطقة مخمور بثلاث طلعات جوية بطائرات التركية وقصفت هذا المخيم وأدى إلى مقتل عدد لم تعلن عنه حتى الآن البشمركة أو الحكومة في إقليم كردستان عن أعداد الذين قتلوا نتيجة هذا القصف. لكن سبق هذا الموضوع أيضا تهديدات من الرئيس التركي بأنه سيتم إن لم تقم حكومة إقليم كردستان بتطهير هذه المنطقة من وجود حزب العمال الكردستاني فإن رد الفعل سيأتي سريعا. لم يتأخر رد الفعل التركي برسائل واضحة بهذه الطلعات العسكرية التي استهدفت مخيما مخصصا فقط للكرد الأتراك في منطقة مخمور، وبالتالي ستستمر هذه العمليات. لم تكن طارق هي العملية الأولى التي يستهدف فيها حزب العمال الكردستاني قوات البشمركة أو القوات التركية التي تستهدف أيضا الأكراد المعارضين من حزب العمال الكردستاني، وبذلك تتحول المناطق الحدودية لإقليم كردستان إلى ساحة للتصفية، أولا باستهداف قوات البشمركة وثانيا باستهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين لم يتوقفوا عن ضرب القوات التركية أو استهداف الجيش التركي الذي تتواجد له بعض المعسكرات في المناطق الجبلية والحدودية من إقليم كردستان وتحديدا في منطقة العمادية التي هي تشهد حتى هذه اللحظة بعض الاشتباكات المتفرقة بين القوات التركية وبين حزب العمال الكردستاني. يا عمار، هل هناك أي تعليق من الحكومة المركزية على ما يحدث الآن في هذه المناطق بالتحديد؟ نعم طارق، وزارة الخارجية العراقية وبالتعاون مع حكومة إقليم كردستان أيضا أكدت على أنه سيكون هناك تعاون مشترك بين الحكومة الاتحادية في بغداد وبين حكومة إقليم كردستان لغرض رفع دعوة في مختلف المحافل الدولية ابتداء من مجلس الأمن الدولي وانتهاء بالطرق القانونية التي ستسعى من خلالها وزارة الخارجية بعد أن نزلت في بيان رسمي بهذا الموضوع. لكن طارق دعني أشير
تشير إلى أن دائما هناك تعرض، دائما هناك هجمات متفرقة تتعرض لها الحدود في إقليم كردستان. تنتهي كل هذه العمليات فقط ببيانات رسمية من الحكومة الاتحادية وأيضا من حكومة إقليم كردستان، لكن دائما التوسع التركي يحاول، القوات التركية تحاول التدخل في هذه المناطق حتى تحد من حركة حزب العمال الكردستاني والمتعارف عليه بالبكاكة. أشكرك جزيل الشكر عمار ماهر مراسل المملكة من السليمانية، أشكرك على كل هذه التفاصيل.